بنظرة الغرب لبعض من التنظيمات الإسلامية، مثلا حركة طالبان. الآن المجتمع الدولي يتحدث عنها بشكل مكثف للغاية، الصحافة الغربية تفرد لها مساحات ويتحدثون بشكل غير لائق عن الحركة. كيف ترى توجهات الحركة في الفترة الأخيرة ومحادثاتها أيضا الدبلوماسية مع عدد من الدول الأوروبية والتغير الفكري بعض الشيء لدى قادة الحركة عن تسعينات القرن الماضي؟ يعني لا شك الواقع، أولا هي تغيرت الحركة، يعني عندما أول ما ظهرت طالبان في الساحة ظهرت بصورة معينة، كان المسلمون علماء المسلمين دعاة إلى آخره يتحدثون عنها وينتقدونها بغض النظر عن موقف الغربي منها، مو لأن الموقف الغربي كان سلبيا وإنما لأننا نحن من إسلامنا الواقع تهديم التماثيل، الملاحقة، حرمان النساء من بعض حقوقهم إلى آخره، كل هذه الأمور الواقع كانت ينتقدها المسلمون. الحركة تغيرت داخليا، وربما ساعد هذا على قضية التغلب على الدولة الأمريكية رغم قوتها على مدى 20 سنة وهي تحاول أن تخضع البلد ولم تستطع ولم تخرج بطوعها. يعني الواقع الولايات المتحدة الأمريكية يعني كل علامات الهزيمة موجودة في طريقة خروجها من أفغانستان، بالتالي هي اضطرت أمام قوة طالبان ضعيفة نسبيا، يعني هي لا تملك الواقع إمكانات كبرى على الصعيد العسكري، إنما من أحد ميزاتها أن لا تحتاج إلى عدوها، يعني بمعنى الطعام يأكلون أبسط الأشياء، ينامون في العراء إلى آخره، كان معروف هذا عن الحركة وعن سواها الحركات المجاهدين التي سبقتها في عهد الاتحاد السوفيتي ثم فيها بعد. الواقع كان إلى حد كبير أهل أفغانستان يعني قهروا عدد من الإمبراطوريات البريطانية ثم الروسية ثم الآن الأمريكية، فهذا أمر لا ينبغي الواقع أن نشك فيه، وكان قضية الطالبان الواقع ناجحة في طريقة تعاملها أنها تستطيع أن تضرب وأن تختبئ وأن تتحرك وأن توجه وأن تحتل أماكن وأن تنتشر فيها ثم تنسحب، يعني كانت اتبعت طريقة عسكرية جعلت الفارق العسكري بينها وبين أمريكا يتلاشى من حيث المفعول، فيتلاشى مفعوله فاضطرت أمريكا إلى الانسحاب.